ربي يحفظ لك الولد والبنية وأبو بيتك. شكرا. فدوى الوالدة والبنوتات الاثنين خواتك. يا عمري شنو هالمتابعة الحلوة. زين وأبويا شلون؟ حبيبي فدوى الله. طلعت مرة لقفتيهم بالمول. اي والله رايح للدكتور. لقيته بالمول يفطر. البنوتات كلش وياك من متابعيك. يعني خلوني انت حبيبة واخت عزيزة فخلوني اكثر بعد اريدك. يعزك والفرصة لو امهم شافتك بعد اكثر تحب. المولي على البيت. يوصل عمري. الله يحفظها لكم. اسالكم عادي عادي. سهل لو صعب؟ سهلة. شو بزعانة رواحتهم من الامتحانات خطية. أريد لي طالب أسئلة ويريد سؤال صعب ماكو. قولها ما بيها حيل. إحنا نعرف حتى أنا وبابا ترى بزعانة رحنا من الامتحانات بعدنا النتائج ما ماخذية. الرياضيات هم تعرف القسمة والناقص. أوكي. إيش عليها من الرياضيات؟ داريني. يا يما أنت. قال لهم داريني. أوه مش حمزة خلوا نروح. حمزة. أوكي شفنا حمزة. من وراء. حمزة ثالث وسادس. شو أسألهم؟ مجمع هم راح تطلع حلقة ما نقدر نسوي. ذاكنا يوم جيتي المجمع بيت أخوي مساء الأيادي. عادي سكن إيه؟ على اصدقائك منون اللي تتابعيهم؟ الجنيد اي بوكيتها راح تحياتنا اكيد الجنيد وعنوز. عاد راسا قال بابا شفتوني شلون شفتوني؟ جيت وحدي من السياره دائما هناك. اهلي بي اهلي بي. اول مره اني رحت لهم مره واحده. احنا متابعين يعني. سيارتك اسود مبدلتها جديده شايفه الف خير. يعني انت حكيت جبت طاري اهلي وزوجي واطفالي ورحت الجنيد مره زرت. بس اسمعني اسمعني. سيارتي مبدلتها ولون سيارتي الجديد وانت ما تقبل اقول كليتك شنو؟ شلون شفتك؟ عوف اللقاء. شنو كليتك بابا؟ ابدا يقولون على قلبي عجبك ولا يقولون يعني مو على قلبك. انت مو على قلبك. لا حبايبي انت ان شاء الله ربيك يعني وخواتي موجود خدمه. الله يسلمك. بعدين ورا اللقاء. ايش عندك سياره لامبورجيني؟ تستهزئ بسيارتي؟ لا امزح. لا لا تمزح؟ اي شنو تتوقع سيارتي؟ شنو تتوقع سيارتي؟ يعني انت شنو عندك بالسياره؟ ما تقول لك هي قاعد اسالك خاله شنو سيارتي؟ انا ما اقول ولا ناشرتها ولا احد يعرفها. بس انا اعرفها. بس ابوكم مو بس يعرفها ابوكم حتى زقاق بيتي يعرفها. حتى الرقم هذا يعرفها. امني امني امني. رقم سيارتي بغداد ل 40. 40 هاي بعدنا ما ادري. ما انتبهت. 40 غلط غلط. انطيها هدي. بغداد بغداديه. انا بغداديه ما ينفع الا بغداد. مو لو بيدي ما يصير بيدي اخلي بغداد كرخه خليها السياره.